بعد مغادرتي للمدرسة احترفت عدة حرف، ففي يوم وأنا أحرس الدراجات أمام باب السينما، وكانت تلك السينما تعد لقاء كل أهل الحي المحمدي، فالكل يأتي إليها عندما تعرض فيلما جديدا، فكنا نحن أبناء سينما السعادة كما كانوا يلقبوننا، نعد كرؤساء لكل الشباب من ناحية العراك والعنف الذي كان يقع بين أبناء الأحياء في ذلك الزمن. وكم من مرة كنا لما نتجول في أكواخ كاريان سنترال باحثين عن بائع الحشيش، كان يصادف أن يعرفنا أبناء حي ما ثم يعتدون علينا بالضرب والسب فنهرب، لكننا نعلم بأن أولئك الشباب سيأتون في يوم ما إلى السينما وسننتقم منهم. وكان حارس الدراجات في ذلك الوقت يعد ملتقى أبناء الحي وبالأخص سارق المحفظات إثر الزحام الذي يكون عادة أمام شباك السينما، فبجانب الحارس يجتمع بائع الحشيش والنشالون والذين ينتظرون مجيء أبناء درب اعتدوا عليهم. وكل غريب عن الدرب ليس له ثمن كأس قهوة، الكل يجلس بالمكان الذي كنت أحرس فيه الدراجات، حتى الذين يتاجرون في بطاقات الدخول إلى السينما بعد شرائها من الشباك يأتون بعد بداية الفيلم ودخول الجمهور ليعدوا أرباحهم. وأذكر أولئك الأشخاص الذين كانوا يتاجرون في البطاقات: صليح، الضاوي، بوشعيب، أحمد رجل، البهجة عبد اللطيف، شباب ذو بنية قوية، رياضيون يحبون العراق، فلقد كانت عندما تشوب معارك بينهم وفي الغالب كان سببها البيع والشراء. ترى الدرب كله نساء ورجالا وأطفالا يحيطون بالمتعاركين وقد فار الدم منهم، وكأنهم ثيران أو أسد تتعارك فيما بينها، ولا أحد له القدرة على الدخول بينهم حتى الشرطة. كانت سينما السعادة عالما يعيش وحده وسط حي بأكمله، بل مجتمعا له شروط سيره وتقاليده. وكنت أنا كحارس للدراجات أتكلف بما كنا نسميه الخزان، فعندما يسرق شخص محفظة يأتيني بها، وفي الأخير عندما ينهي عمله أسلمه المحفظة ويعطيني مقابل ذلك ثلث الغنيمة. وكذلك بائع الكيف يتركون السلعة عندي لأن الشرطة لا تشك في حارس الدراجات، وإذا أراد أحد أن يسأل عن أي شيء يتعلق بالسينما كالفيلم هل هو فيلم خاطئ أي فيه حركة وعراك إلى آخره، أو يسألونني عن شخص في الدرب أو عامل بالسينما، الكل يأتي إلي. إن حراس الدراجات أمام أبواب السينمات يعدون هم المحور الأساسي الذي يدور حوله كل ما يقع في السينما. وبعد أن اشتهرت مجموعة ناس الغوان قدمنا العرض الثاني بسينما السعادة في الحي المحمدي، تلك السينما التي شاهدت ترعرعي وتسكعي والتي وقفت أمامها كحارس للدراجات وكسارق وكطفل يريد غفل حراس بابها لينسل إلى الداخل قصد مشاهدة الفيلم. أدخلها الآن من بابها الواسع، وأولئك الحراس الذين كانوا يمنعونني غدوا الآن يحرسونني من الجمهور الذي يريد إمضائي ويهتف بفرقتنا. وكانت زغردات أمي وأختي ونساء الدرب
وكذلك أهل وجمعة تملأ أفق فضاء تلك السينما. كنا نغني لجمهور نعرفه ويعرفنا ويعتز بنا.